كريم. صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك جري باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح، كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني مهندسين؟ مهندس عارفها. تمام يا تتح، وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنه يا حمار، تستاهلها والله يا تتح. ربنا يستر معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظرفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب الاهدال ده منك. يلا تفتح يا ابو غلاسة امك. انا واد طيب قوي وعلى نياتي بيع جرايد وكل يوم ماتي. في ناس بتاكل كوكو وناس يا عيني بتكاكي. وانا داخل عليك بوث رجلي يا بني ادم. 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزمان بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهره، صاله واحد. لا 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 عمنا، انا اللي علقته. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما وراكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. افتح بقي ليه ولا حاسس مصر زيت؟ اخرس ما تهرباش يا تحصل على رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريت، ورنا تيرس وزارت اهرت. انت بتفتح لك على ريت مسكر. انا هو كل يوم يا ست مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الورثه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لو ارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخرس يا جليل الرماية. انت بتضربني؟ اري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره والخزانه يا خالد. محدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هذه لاختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ الله وفيها ايه لما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلتلي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما قوم تطلع فوق تحت. انا بقولها لك. بقولها لك من غير خيسه. اسفين قوي يا معلم حصوه. واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فلان؟ ما خلاص بقى. ولا طالع ولا نازل. وقفان انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط يا بس يا بنت. اهدي بقى. اهدي شويه بقى. اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. يا بنت انت منص وانا منص. خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخيل خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بوف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدر عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبي. يا كريم يا كريم. راجل قلابه يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تتا يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. انا اقول لي يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص. نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه هيجي ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره. استعاره عشان خاطر بنته المفضوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم. وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص. خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس. لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا عم انت هتهجص قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب. انا هفرغك نفسي. معكيش مرتكليش اتكلي. لو سمحت يا سيد المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بفيلو افتح عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك. ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت كتفك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟
لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك يا تتح، عمر يا عم الناس جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ مع الفل، مع الفل يا عوكسة. لا 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 لا، بص بص بص، وحياة امك ما تعملش حاجة ولا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز مش هيقدر يعمل اي حاجة. خد يا انت تعالى. عمر ساعتك انت مسجل يا لا حضرتك. بص انا خلف ربنا طبيعي، انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مال اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنت الكلب، وليته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعب في خدمه السلطه. طب بوزه. لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني الوقت متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع؟ يا رابع هادي اهرام عدس اهرام. اخبار جمهورية يرى البيثة يرى البيثة. بقول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت